هذا وقرر وزير الشباب والرياضة إجراء كافة المنافسات الرياضية الوطنية دون جمهور لغاية 31 مارس وتأجيل التظاهرات الدولية المقرر تنظيمها بالجزائر مع تأجيل التربصات التحضيرية لرياضيين بالخارج إلى غاية 15 أفريل على أن يتم السماح فقط لكل رياضيين للمشاركة في المنافسات الدولية التي يمكن أن تعرض الجزائر لعقوبات جراء غيابها. طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداد خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وفي إطار مخطط الحكومة للوقاية ومكافحة تفشي وباء كورونا فيروس تم اتخاذ التدابير الآتية: أولا، إخضاع المنافسات الرياضية الوطنية لنظام الأبواب المغلقة أي دون جمهور، وذلك إلى غاية 31 مارس 2020. ثانيا، تأجيل التظاهرات الرياضية الدولية المقرر إجراؤها بالجزائر باستثناء تلك المؤهلة للمنافسات العالمية والقارية والجهوية. ثالثا، تأجيل التربصات التحضيرية لرياضيين وفرقنا بالخارج إلى غاية 15 أبريل 2020 مع السماح بالمشاركة في المنافسات الدولية التي يعتبر الغياب عنها إقصائيا بالنسبة لبلادنا، على أن يتم إخضاع الرياضيون المعنيون فور عودتهم إلى أرض الوطن للتدابير الطبية ذات الصلة،